أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا المواد الأخباري ونستهله بالعناوين. وزارة الصحة تؤكد تسجيل حالات وفيات بفيروس النزلة الوافدة وتراهن على التلقيح ومزيد التحسيس والتوعية. وزارة الفلاحة تعلن استنزاف أكثر من 90% من مخزون المياه وتشدد على ضرورة تجاوز النقص بتحسين المنظومة المائية. ومهرجان صفاقس للسينما المتوسطية عروض ونجوم من أجل إرجاع البريق الثقافي للمدينة. البداية من المجال الصحي، وفي ظل تنامي نسبة الإصابة إلى أكثر من 6% وتسجيل 5 وفيات جراء الإصابة بفيروس النزلة الوافدة منهم 3 حوامل ورضيع، دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر ليتم تكوين خلية أزمة حتى لا يتطور الوضع إلى المستوى الوبائي. هذا ويؤكد الأطباء المختصون أن فيروس النزلة الوافدة يتميز بسرعة انتشاره ويمكن أن تكون تداعياته خطيرة على المسنين والحوامل والرضع نظرا لضعف مناعتهم. وأكدت وزارة الصحة أن الاحتياطي الوطني للقاح ضد النزلة الوافدة والأدوية الخاصة بعلاجها متوفر، داعية جميع الأطراف المتدخلة إلى تكثيف الإجراءات الوقائية عبر الحملات التوعوية وحث الفئات المستهدفة على الإقبال على التلقيح. الأيام الأخيرة سجلنا 5 حالات وفيات وسجلنا ارتفاع في النسبة، النسبة الآن وصلت إلى 6.5%. ما زلنا ما وصلناش إلى الوضع الوبائي، الوضع الوبائي نوصلوا له في نسبة 10%. مؤشرات السنة متاع الفيروس AH1N1 تقول اللي الفيروس هذا مخطر السنة، قاعدة النسبة ترتفع، نحبه بشكل استباقي نمنعه من أنه يتحول إلى وضع وبائي. 39 حالات إيجابية عن فيروس AH1N1 وزوز حالات من الجملة اللي تعملوا على 227 اللي تعملوا وزوز حالات من الغريب. قاعدين نعسوا كما العادة كل يوم نعملوا تحاليل. الحوامل والعباد اللي عندهم سمنة مفرطة ولا سمنة مرضية، العباد الكبار السن اللي فوق 65 سنة والصغيرات فوق 6 أشهر، وما نأكدوا عليهم ونعاودوا باش يعملوا الفاكسان في أقرب وقت. يلزم التلقيح، التلقيح راهي زرقة واحدة، جرعة واحدة، وعندها نجاعة بروفي في تقليص الحالات الخطيرة وتقليص حالات الوفيات. سياسيا، بين وزير التنمية المحلية والبيئة رياض مؤخرا رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب عدد من أعضاء الحكومة الممثلين لحزب أفاق تونس إعفاءهم من مهامهم، كان الغرض منه تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وتواصل عمل الحكومة وفق تعبيره. وقال المؤخر أنه لا يمكن له إلا التناغم مع هذا القرار ومواصلة العمل صلب حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا في هذا الخصوص أنه اختار اليوم العمل مع الحكومة بدل الحزب لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ويشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قرر رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب أفاق تونس من مهامهم صباح اليوم والإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية. في الشأن الفلاحي، واقع المياه في تونس شكل محور الدورة 6 للمؤتمر المغاربي حول معالجة مياه البحر وتحليتها. وقد بين وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب على هامش افتتاح المؤتمر أن تونس تعاني نقصا كبيرا في المياه باعتبار أن جزءا كبيرا من المخزون المائي تم استنزافه. وأشار وزير الفلاحة إلى أن الوزارة تعمل على تجاوز النقص المسجل من خلال التوجه نحو موارد جديدة لتحسين المنظومة المائية. سر الحياة وأساسها يعرف اليوم نقصا حادا في منسوبه، فالموارد المائية وبعد موجة الجفاف في السنوات الماضية وتراجع سقوط الأمطار باتت تشهد شحا كبيرا، ما جعل تونس تصنف ضمن الدول التي تعاني فقرا مائيا، إذ تم استنزاف ما يعادل 91% من الموارد المائية. مشاريعنا أنه تقريبا تعبئة الموارد المائية التقليدية معناها احنا في حدود 91%، معناها تقريبا
أتينا عليه، وبالتالي يلزمنا موارد جديدة، والموارد هذه غير تقليدية. النصف الثاني من الجمهورية التونسية الكل انطلاقا من الساحل وإحنا هابطين، كلها مشاريع لتحلية مياه البحر من سوسة وإحنا هابطين، سوسة قرقنا وصفاقس والزارات في جابس وجربة قريب إن شاء الله يحضر، هذه كلها محطات لتحلية مياه البحر، ومشاريعنا ما زالت متواصلة إن شاء الله جربة في 2018 تكون جاهزة. واقع المياه في تونس طرح على طاولة نقاش الدورة السادسة للمؤتمر المغاربي حول معالجة وتحلية المياه الذي حضره خبراء من تونس وخارجها. المشكل الأول هو تكوين إطارات مختصة في ميدان تحلية المياه، والتكوين هذا يقع إلا بالبحث العلمي، دونك إنجاز بحوث علمية. احنا نحثوا الشبان الباحثين باش يخدموا في ميدان المياه، المحطات هذه تستهلك طاقة كبيرة، و40% من تكلفة المتر المكعب المحلى يرجع إلى الطاقة. هذه الإشكاليات وغيرها طرح في النسخة السادسة من المؤتمر المغاربي حول معالجة وتحلية المياه الذي يتواصل حتى 20 من الشهر الجاري، في وقت تستأثر فيه برامج المياه بثلثي استثمارات وزارة الفلاحة، أي ما يعادل 4,000 مليون دينار. زحف الرمال واكتساحه للمناطق العمرانية معضلة يعاني منها أهالي قرية ويل لما له من انعكاسات سلبية على الواحات، وضع يطالب من خلاله المتساكنون بالتدخل العاجل لحمايتهم من خطر الزحف. أكوام من الجبال الرملية الزاحفة والتي أصبحت تشكل حاجزا وحزاما خانقا لمتساكني قرية ويل من معتمدية دوز الجنوبية. مساكن هذه المنطقة بدت مهددة بشكل مباشر بالغرق والذوبان وسط زحف الرمال. من 2012 سم. أيوه طلبنا احنا ياما مشينا كما يقولوا مشينا على عدة خطرات لكامل الأطراف المعنية في الجهة، ولكن مع الأسف الشديد لم تم حتى انسجام. حياشنا مشت كلها والباب الحوج تسكر ما عادش يعدي، فهمتني، ومهددين السلطات المعنية، فهمتني، جات قدام ولكن ما عملت حتى شيء. المسالك تسكرت علينا، معناها تشوف فيها كيف معناها يجيب واحد يدخل سلعه ولا والله كان يجيبوا تراكس معناها نخسر عليها ما قداش، والدراكتورات تكعبي في الرمله وتز تقد في البر باش يقدر يخش للدار. يعني حوشي طاح خلاص، هذا اللي سمع فيه هذاك مجدده جديد التو الدين علي فيه ما خلصتاش، فهمتني، هذاك تو الحوش تشبع فيه هذاك سد عليه خلص ضربه واحد. نتكلم يقولوا فهمتني هم المعارضين، يعطينا منه المعارض. المندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي اعتبرت المسؤولية مشتركة ولا بد من تضافر كافة الجهود للتصدي لخطر زحف الرمال. يجب تضافر كل الجهود لحل هذا الإشكال، خاصة لأن بحكم هي أراضي خاصة، وبحكم معناها أن مسألة رفع الرمال هي مسألة حساسة، مسألة تتطلب أموال هائلة، يجب معناها أخذ بعين الاعتبار من جميع متساكني منطقة نويل لإيجاد حل لرفع هذه الرمال. وبطبيعة الحال عندما نجد معناها إرادة قوية من الأهالي في حل هذا الإشكال، بطبيعة الحال مصالح الدولة هي بالأساس معناها حريصة كل الحرص لحل هذا الإشكال. تدخلات عديدة قامت بها المؤسسات المعنية بولاية قبلي للحد من زحف الرمال وتثبيت التربة لحماية الإنتاج والبنية التحتية، حيث رصدت مؤسسات الدولة خلال سنة 17 و 2000 قرابة 3 مليارات، لكن لا تزال هذه التدخلات غير كافية لإنقاذ عديد القرى بولاية قبلي التي أصبحت مهددة بالغرق والاندثار وسط جبال متحركة من الرمال. اقتصاديا، يوم اقليمي لولاية الجنوب نظمته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بولاية قبلي حول ثروات الجنوب. هذا اليوم الاقليمي يهدف إلى دفع الاستثمار وخلق فرص التشغيل بالجهة من خلال استغلال الثروات التي تزخر بها ولاية الجنوب. ثروات الجنوب فرص وتحديات، محور يوم إقليمي تناول بالأساس سبل دعم الاستثمارات البينية ودفع الشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة بين ولايات الجنوب في ظل ثروات متعددة ومعدلات استثمار وطاقة تشغيلية ضعيفة بهذه الجهات. احنا هوني لوضع الإطار، وضع الهياكل لتشجيع القطاع الخاص، حتى القطاع الخاص هو الأهم في خلق
الابتكار في خلق الافكار في خلق المشاريع، واحنا هوني مش نلقى تسهيلات تشجيعات. تحفيز الاستثمار ياتي في معناها في مجال اولا التعريف بالاطار التشريعي الجديد للاستثمار، يوفر عديد الحوافز والتشجيعات اليوم بعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ، وأيضا التعريف بالمدخرات الطبيعية والموارد لتحفيز المستثمرين. ورشات في مجالات الصناعة الوحية والطاقات المتجددة والمواد الإنشائية انتظمت لعرض فرص التشبيك بين المؤسسات بولاية الجنوب. ثم مجالات كبيرة واعدة في المستقبل، خاطر ثم رؤية جديدة لتنمية هالقطاعات الواعدة في الجنوب بعلاقة بالإطار الجديد لقانون الاستثمار اللي فيه تشجيعات إضافية وتشجيعات هامة في مناطق التنمية الجاهزات الأولوية. هالملتقى هذا ننشطه على مستوى المواد الإنشائية بالجنوب ككل وبخصيصا على كل ولايات الجنوب ومنها مقفصة. المشروع المتاعي ضمن هو في التحكم عن بعد في الطاقة الشمسية عن طريق الهاتف الجوال، والمشروع الثاني هو الري الآلي. نأخذ فكرة كبيرة على المشروع هذايا، أسكن النجم نأخذ سترة تونس في هكذا مثل تابع الدولة، أسكن مثلا النجم أخذ مثل دي بروجي تابع اسمه تبع الدولة ولا لا. يوم إقليمي لولايات الجنوب جمعت خلاله وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار من أجل خلق مناخ تنموي بالجنوب الغربي والشرقي تثمن فيه الثروات وتخلق فيه فرص الاستثمار والتشغيل. اقتصاديا دائما، المؤتمر 16 للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقيروان تطرق إلى مشاغل مختلف القطاعات بالجهة في مسعى لإيجاد حلول الإشكاليات والصعوبات. بحضور رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تم تكريم ثلة من قدماء الاتحاد، ومن ثم الاستماع إلى مشاغل المنظورين، بالإضافة إلى الإشراف على انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي. هكذا كان المؤتمر 16 للاتحاد بالقيروان. الحاجة الممكن اللي نستنتجوها هي مشاغل كبيرة وخاصة برشا قطاعات قاعدة تقاسي برشا ذاك اللي هو يلزم معناه يكون أكثر التفاف وأكثر اهتمام بهم وتجاوب السلطة الجهوية والسلطة المركزية، لأن ما مش معقول في ولاية كيما قيروان معناها نشوفوا معناها مشاكل تعدى، وإن شاء الله إن شاء الله معناها يصير أكثر معناها تجاوب. استعراض المشاكل والصعوبات التي تمر بها مختلف القطاعات أخذت الحيز الزمني الأكبر، تلتها وعود بالسعي لإيجاد جميع الحلول الممكنة. بالنسبة في القروان عن مشاكل في المخابز العشوائية اللي هي توا غزات الجهات. بالنسبة للمشاكل شوية بركة عنا كرس شروط نستناو فيها، كرس شروط اللي هي تنظم قطاع النقل ككل في 24 ولاية. هذا وقد أكدت وداد بوشماوي خلال حديثها على ضرورة النأي بالاتحاد عن التجاذبات السياسية والعمل المشترك للوصول إلى الأهداف المنشودة. ضمن أخبارنا ثقافية، عروض ثقافية متنوعة عكست الموروث الثقافي تميزت بها فعاليات الدورة 17 للمهرجان الوطني للمحار بمدينة الزارات من ولاية جابس. نظمت جمعية العمل الثقافي بالزارات الدورة 17 للمهرجان الوطني للمحار التي تتميز بتنوع عروضها الثقافية. العمل بتاع اليوم طبعا هو عرس الزارات اللي هي عروس الخليج، إن شاء الله هو مهرجان يوم الافتتاح، يعني عرس احتفالي الزارات كلها تحتفل، وحتى عروض فرجوية، عندنا المجورات، عندنا الفنون الشعبية، عندنا الطائفة، عندنا الجلوالي، عندنا الجونغلير نتاع الجرار نتاع الوعد، وعندنا طبعا الفنون الشعبيه نتاع الاولاد البلاد من المنطقه ان شاء الله. والله حقيقه الاجواء رائعه وممتازه جدا، وشفنا الحضور الجماهيري الممتاز والرائع، وطبعا هذه عاداتنا وتقاليدنا لابد ان نحافظ عليها ونعرف بها اولادنا. العرض الافتتاحي لهذا المهرجان تضمن تقديم مجموعه من اللوحات الفرجويه التي عكست ثراء الموروث الثقافي بالمنطقه. لوحة استحسنها الجمهور الذي واكب هذا العمل الفرجوي بكثافة، والذي لم يخفي تعطش أبناء الزارات للنشاط الثقافي. والله تحتاج، وما شاء الله قاعدين أولادها قاعدين يبذلوا بصراحة، يعني الزارات ديما متألقة مش جديد علينا هذا. بالطبيعة احنا الجنوب معنا نحب الحاجات التقليدية الفروسية الحاجات كا، فهمتني؟ أما كلها حلوي. والله الحيالي والصغيرات وكل شيء به. المهرجان الوطني للمحار بالزارات يراد منه النهوض بهذا المنتوج البحري الذي لم يقع تثمينه على الوجه الأكمل.
مهرجان وشعر الشعبي تظاهرة ثقافية شارك فيها عدد من الشعراء الشبان بمختلف أنماط قصائدهم ضمن مسابقة ستكلل تصفيتها باختيار أفضل شاعر بولاية القصرين. كلماتنا اختلفت في معانيها وامتزجت في أهدافها لتصل إلى مسامع عشاق الشعر وأرفت مختلف أذواقهم. كلماتنا التقت وكونت قصائد شارك أصحابها في مسابقة شاعر الشعبي لسنة 2017، مسابقة أشرفت جمعية اكتشف بلادك على تنظيمها. هؤلاء الناس لا يأتون للتسوق، لا يأتون للخطاب السياسي، وإنما يأتون بحثا عن الكلمة الطيبة، بحثا عن الخطاب الجميل. نعول على هؤلاء الذين سيبنون حقيقة المجد الثقافي والأرضية الثقافية التي بدونها لا يمكن لأي شعب ولأي أمة من الأمم أن تنهض. فرصة جميلة ليلتقي فيها شعراء الجهة لأحصل على نصائحهم ويتم تصحيح أخطائي. الغاية من هذا المهرجان هو أن نؤسس لمبدع جديد، لمثقف آخر. مشاركة شعرية قيمة لشعراء من ولاية القصرين اختلفت أنماطهم الشعرية واجتهدوا لتقديم أفضل ما أتت به أقلامهم في هذه المسابقة التي تخللتها محاضراتنا عن النص الشعري. في إطار اكتشاف مواهب شعرية جديدة في ولاية القصرين، جولنا في كامل معتمديات ولاية القصرين لاكتشاف مجموعة من المواهب، مجموعة من الشعراء المغمورين الموجودين في الأرياف، موجودين في الجبال، موجودين حتى في دور الثقافة ودور الشباب والمعاهد، لكن ما همش معروفين بالكيفية اللي يلزم يكونوا معروفين. النصوص المشاركة تمر للإصلاح، ثم تمر للجنة أولى، ثم تمر للجنة نهائية. شعراء كان القلم سلاحهم، ومن خلال الكلمات ترجموا أفكارهم. ومن الشعر إلى الفن السابع، حيث اختتمت فعاليات مهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية في دورته الثانية باستقبال ضيوف المدينة من سينمائيين وفنانين ونجوم عرب. المهرجان يؤسس لفعل سينمائي في مدينة دون قاعة سينما. السينما المتوسطية في مدينة صفاقس سجاد أحمر ونجوم وتفاعلات بما تجود به الأحلام في عالم السينما. هنا الجميع يتكلم سينما ويحلم بفعل ثقافي مختلف. لما نحن عم نقدم أعمالنا الفنية عم نكون عم نقدم رسائل حب، دائما الفن هو مرسول حب، فهي رسالة كل فنان فينا ورسالة كل إنسان فينا. أنا كتير سعيدة وبتشرف أنه أنا موجودة معكم بتونس بصفاقس، وبتشكركم على الترحيب الكبير هذا. هذا يعني شهادة كبيرة إلي ووسام كتير كبيرة عندي. السينما هو معناتها حاجة ثمينة برشا اليوم، وحاجتنا بها في تونس، خاطر يمكن هي السلاح الوحيد اللي باش تعلمنا نفكروا، واللي باش تعلمنا سورتو نحميو بلادنا من كل الأفكار الرجعية اللي تحب تتسلط عليها. اليوم نحتفلوا بالسينما المتوسطية في صفاقس. صفاقس اللي باش تكون نقطة التقاء ثانية بعد صفاقس عاصمة الثقافة العربية، حاجة تفرحنا وقت نلقاو السينما تعود من جديد، مش من خلال الجسيسية لكن من خلال مهرجان الدولي للسينما المتوسطية. مهرجان صفاقس الدولي للسينما المتوسطية في دورته الثانية يقدم برمجة مختلفة بمجموعة من العروض السينمائية وبحضور نجوم السينما من عدة بلدان عربية. عندنا أكثر من تقريبا 20 عرض ما بين فيلم قصير وفيلم طويل. نعم، وإن شاء الله الدورة القادمة تكون دورة أكبر وأشمل وفيها عدد كبير من الأفلام، وإحنا قاعدين نتواصل مع العديد من البلدان المتوسطية، وإن شاء الله مش يكون السنة القادمة يعني سنة السينما في صفاقس. السينما المتوسطية في صفاقس حدث ثقافي بارز في مدينة تعوزها قاعات العرض، وقد يكون هذا المهرجان نقطة تغيير نحو إرساء تجارب مماثلة في مختلف جهات الجمهورية. وفي الختام نذكركم مشاهدين بعناوين نشرتنا. وزارة الصحة تؤكد تسجيل حالات وفيات بفيروس نزلة الوافدة وتراهن على التلقيح ومزيد التحسيس والتوعية. وزارة الفلاحة تعلن استنزاف أكثر من 90% من مخزون المياه وتشدد على ضرورة تجاوز النقص بتحسين المنظومة المائية. ومهرجان صفاقس للسينما المتوسطية عروض ونجوم من أجل إرجاع البريق الثقافي للمدينة.
وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. نشكر متابعتكم وفي أمان الله.